اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني في كايرو دار عشان نكمل مع بعض الجزء الاول من الباب السابع. كنا بنتكلم على تعريف الاتزان الكيميائي، وقلنا نظام ديناميكي يحدث عندما يتساوى معدل التفاعلين الطردي والعكسي. يعني ايه كلمة معدل تفاعل؟ معدل تفاعل معناها سرعة التفاعل، يعني سرعة تحول المواد المتفاعلة إلى مواد ناتجة. معدل التفاعل معناه سرعة تحول المواد المتفاعلة إلى مواد ناتجة. حضرتك مثلا رحت عند ناس فقدموا لحضرتك أكل، طبق مليان أكل، فأنت محرج، فقالوا لك طيب إحنا هنخش دقيقتين جوه ونرجع. يا دوب دخلوا دقيقة ورجعوا لقى الطبق اتمسح خالص، مبقاش فيه أكل. هيقول إيه؟ هيقول إيه ده؟ الولد ده بياكل بسرعة جدا، حكم عليك إنك بتاكل بسرعة رغم إنه ما شافكش. طب هو عرف منين؟ من النقص اللي حصل بسرعة في كمية الأكل اللي كان حاططها له. رحت مرة تانية قدموا لي طبق زيه بالظبط وسابوني شوية ورجعوا لقوا إن الأكل قل شوية صغيرين، فيقول لك إيه ما بتاكلش ليه؟ لا أنا أكلت، بس طب بتاكل بطيء، هو كان شافني وأنا باكل بطيء، لكن هو حكم عليا برضه من مقدار التغير اللي حصل في كمية الأكل. إذا أنا بحكم على معدل التفاعل وسرعة التفاعل من مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن. فبنعرف كلمة معدل التفاعل بنقول هو مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن. دي صعبة؟ مش صعبة. عندنا بقى في علاقة بيانية هتوريك معدل التفاعل التام والتفاعل الغير تام. عاملين علاقة بيانية بين التركيز والزمن. في بداية التفاعل بتبقى المواد المتفاعلة تركيزها كبير قوي، والمواد الناتجة طبعا لسه مش موجودة فتركيزها صفر. مع استمرار التفاعل فتركيز المواد المتفاعلة بيحصل له ايه؟ عمال يقل، اللي هو باللون الازرق ده عمال يقل، وفي نفس الوقت تركيز الناتج عمالة تزيد لحد لما المواد المتفاعلة تنتهي. ده اسميه تفاعل تام ولا غير تام؟ المواد المتفاعلة هتنتهي والنواتج هتزيد، ده تفاعل تام. لكن التفاعل الغير تام بص عليه كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي في البداية تركيز النواتج طبعا صفر مش موجود، وتركيز المتفاعلات هو اللي كبير. بيبتدي المتفاعلات تقل اللون الازرق والنواتج تزيد لحد لما يثبتوا الاثنين مع بعض، يحصل هنا حتة الايه؟ الاتزان، يعني سرعة تحول المتفاعلات الى نواتج تساوي سرعة تحول النواتج الى متفاعلات. فخلي بالي من العلاقات البيانية دي، اكتب ما تدل عليه الاشكال البيانية التالية ويجيب لك الشكلين. الشكل الاولاني اللي هي العلاقة البيانية بتاعت التفاعل التام، المواد المتفاعلة بتقل النواتج هي اللي بتزيد، لكن التفاعل الغير تام هتلاقي المواد المتفاعلة بتقل النواتج بتزيد لحد لما اتنين يوصلوا عند حالة الاتزان ويبقوا الاتنين موجودين مع بعض. احنا قلنا كلمة معدل التفاعل معناها مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة في وحدة الزمن. بناء على معدل التفاعل ده احنا بنقسم التفاعلات الكيميائية الى نوعين. في تفاعلات لحظية، يعني ايه تفاعلات لحظية؟ يعني بتحصل بسرعة شديدة قوي، وفي تفاعلات تانية بتبقى بطيئة شوية. يعني انا مجرد ان انا اخد كلوريد الصوديوم واحط على نترات الفضة على طول بيتكون الراسب بتاع كلوريد الفضة، لكن لو خدت حتة حديد وسبتها متعرضة للهواء، الحديد لما بيتعرض للهواء بيصدي، هل الصدى ده بيحصل على طول؟ بتقوم تاني يوم الصبح تلاقي الحديد مصدي؟ بالعكس، ده ممكن التفاعل ده ياخد له شهور على ما يتم. يبقى احنا قسمنا على حسب معدل التفاعل، قسمنا التفاعلات الى نوعين. في تفاعلات بنقول عليها ان هي تفاعلات لحظية. يعني ايه لحظية؟ يعني بمجرد ان بضيف مثلا كلوريد الصوديوم على نترات الفضة بيظهر الراسب الابيض بتاع كلوريد الفضة. اهو ده تفاعل سريع جدا. لكن لو جينا مثلا نجيب حتة حديد ونسيبها متعرضة للهواء، هل بتصدي على طول؟ انا عارف ان الحديد لما يتعرض للهواء ويتعرض لبخار المية بيصدي. هل الصدى ده تفاعل، هل بيصدي على طول؟ لا.
ده انت ممكن تسيب حته الحديده دي شهر شهرين على ما الصدى يبتدي يبان عليه. اذا ده تفاعل بطيء جدا. يبقى في تفاعلات بنقول عليها تفاعلات سريعه او تفاعلات لحظيه، وفي تفاعلات تانيه بنقول عليها ان هي تفاعلات بطيئه. يا ترى ايه بقى اللي مخلي فيه تفاعلات سريعه وتفاعلات بطيئه؟ هسيبك تفكر فيها لكن مش هتاخر عليك عشان اقول لك ايه هي العوامل اللي بتاثر في معدل التفاعل. هرجع لك تاني.